كذلك قوله المذهب الاثني عشري في قضية تحريف القرآن لما تكلم الدكتور والدكتور التيجاني كذلك في تحريف القرآن. كل روايات التحريف كما قال التيجاني كما قال الجزائري وغيره إنما هي عن آل البيت. مذهب آل البيت القول بالتحريف إذا كان يقبلان مذهب أهل البيت. كل الروايات إذا يقول الجزائري لم أجد ولا رواية واحدة عن آل البيت تقول بعدم التحريف. والدكتور إحسان إلهي ظهير تحدى الشيعة أن يأتوه برواية واحدة عن إمام المعصوم تقول بعدم التحريف فعجزوا عن ذلك، وأنا أتحداهم الآن أن يأتي برواية واحدة عن إمام معصوم من الأئمة الاثني عشر تقول أن القرآن غير محرف. جعفر الصادق ماذا قال؟ جعفر وغيره هم لا يقولون، لكن أقصد الروايات التي في كتبهم. أنا أتكتب آلاف. نعم تفضل. آلاف سمعت؟ نعم آلاف. ثبت. طيب نعم الأئمة الاثني عشر أنا أتحدى أن يأتي برواية واحدة والآن يريد آلاف. نعم. طيب من الأئمة المعصومين تقول يعني في كتبهم. نعم. طيب وأما ابن مسعود لما تكلم كذلك من الذي يحترم الكتاب والسنة؟ من الذي جمع الكتاب والسنة؟ هذا قرآننا ونحن قلناها مرارا ونعيدها ونكررها. أهل السنة جمعوا القرآن، أسانيد القرآن عندنا، نحن جمعنا أسانيد القرآن. الصحابة الذين ارتدوا، الصحابة الذين أخذوا الخلافة من علي وارتدوا بذلك كما قال انقلبوا على أعقابهم، هؤلاء هم الذين نقلوا هذا الكتاب الكريم. فليأتي الشيعة بقرآن آخر غير هذا نقله أئمتهم. القرآن من نقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقلت القرآن، نحن نقلنا تواتر القرآن من جهة أهل السنة. وقد طلبت منهما أن يأتوا برواية واحدة عن إمام معصوم تقول بعدم التحريف، وإلى الآن لم يأتوا ولن يأتوا برواية واحدة تقول بعدم التحريف، وذكر علماؤهم آلاف الروايات التي تقول بالتحريف كذبا وزورا على الأئمة رضي الله عنهم، حتى قالوا إنها متواترة وإنها مستفيضة ولا داعي للبحث في أسفل.